نراه اليوم من قلة الأمطار إلا بذنب ومعصية. أنت القوي ونحن الضعفاء، وقد خرجنا في هذا اليوم الكريم. الكوارث والنكبات، وما نراه اليوم من قلة الأمطار وشح السماء وغيرها من المصائب الأخرى، فإنما هو بسبب ذنوبنا وكثرة معاصينا وما كسبت أيدينا، وعلينا أن نسأل أنفسنا كم ارتكبنا من محرمات وكم اقترفنا من سوء. والذنوب أبواب الشقاء وأسباب العناء، فكلما أكثر الناس من المعاصي والسيئات وجهروا بالرذائل والمنكرات. عباد الله، والله ما نزل بلاء إلا بذنب ومعصية. كأمواج متلاطمات وسيئات كالجبال متراكمات. أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت العزيز ونحن الأذلاء، أنت الغفار ونحن المذنبون، أنت الغفار ونحن المذنبون، أنت المحسن ونحن المسيئون. وتنكرت بهم الأحباب، فافعل بنا ما أنت أهل له. اللهم افعل بنا ما أنت أهل له. اللهم افعل مستضعفين وغياث المستغيثين، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، لا فعلنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث كما سقيت نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وموسى وأتباعه. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا عاما غير ضار. أنا رحيم وسيدنا حليم، يجيب المضطر إذا دعاه، ويعطي العبد إذا رجاه، ويؤوي من التجأ إلى حماه. كم من ذنب غفره الله، وكم من عيب ستره الله، وكم من كرب كشفه الله، وكم من هم فرجه الله، وكم من مضطر دعاه فأجابه الله وأزال عنه ما أصابه. لطيف بعباده، رؤوف بخلقه، رحيم بهم، مجيب لمن ألح في سؤاله وطلبه. وقد خرجنا في هذا اليوم الكريم أداء لصلاة الاستسقاء وإحياء لسنة خير الأنبياء، رافعين أكف الضراعة والدعاء إلى رب الأرض والسماء. كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أطعنا الله حق طاعته وعبدناه حق عبادته لعشنا آمنين من هذه المصائب المختلفة التي تحل بنا من حين لآخر، ولنزل علينا الخير والمطر ليلاً وأشرقت الشمس نهاراً. ذلك وعد الله الذي لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. جاء في الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله أنه قال: ولو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم أسمعهم صوت الرعد. أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك رحمه الله. إن الحل أيها العباد بأيدينا، وإن المفاتيح في متناولنا، ألا وهي التوبة الصادقة من الذنوب والسيئات ورد المظالم والتبعات، والإقبال على فعل الخيرات وترك المنكرات، والابتعاد عن المحرمات، والإكثار من الاستغفار في جميع الساعات، وأداء الحقوق والواجبات، وشغل النفس بالطاعات والعبادات، ومنعها مما لا يحل من الشهوات. غيثاً تحيي به البلاد، غيثاً تحيي به البلاد، وتغيث به العباد. اللهم أنزل علينا من السماء ماءً طهوراً، اللهم أنزل علينا من السماء ماءً طهوراً، وأحيي به بلدةً ميتاً، واسقه مما خلقت أنعاماً وأناسيَّ كثيراً.
اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم اسق عبادك وبهيمتك، اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم من قلته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك، أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين وتجمع به كلمتنا يا رب العالمين. اللهم حقق مسعاه، وفقه لما تحبه وترضاه، واحفظه يا ربنا أينما حل ورعاه. اللهم بارك له في ولي عهده الأمير الجليل المولى الحسن، سد أزره بصنمه وشقيقه الأمير السعيد المولى الرشيد، وبسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وبالصلحاء من شعبه وحكومته ووطنه يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.